يعني راجل نزل لنا من السما علشان نطلع على وش الدنيا وانتي راكبه دماغك وبتقولي لا؟ ليه؟ للمره المليون بسالك يا ماما، ليه؟ اتكلمي. هتكلم والله، هتكلم. استني عليا النهارده بس وهقول لك كل حاجه. اشمعنى النهارده؟ من غير اشمعنى، اخر النهار كل حاجه هتبقى عندك، الحقيقه كلها. ما اقدرش يا ماما. ليه ما تقدريش؟ هو انت هتتجوزي النهارده يا بنتي؟ ده لسه على العده بتاعتك 3 شهور. ايوه بس انا امه مش هتستناني 3 شهور. الست راقده في المستشفى، ممكن تموت في اي دقيقه، والست دي لو ماتت انا مش هطول حتى. لا! ايه يا بنت؟ ايه يا بنت؟ انت عايزه تشفطي الوليه قبل عزرائيل ما ياخدها؟ لا يا ماما، لا هدي نفسك. لا انا مش هعمل كده طبعا، انا هستنى الست تموت قدامي وابنها بقى يقول لي خلاص يفتح الله يا عزه. معلش بقى، كل واحد فينا من طريق. لا لا يا عزه، الاسود دي مش عايزه اشوفها، مش عايزه اشوفها. امال انت عايزه تشوفي مني ايه؟ فهميني يا ماما، عايزه تشوفي ايه؟ عايزه تشوفي هبل وطيبه وحنيه زي زمان؟ اشحال لو ما كانش كل حاجه على ايدك، اشحال لو ما كنتيش شفتي بنفسك الهبله اللي بتاخد على قفاها من جوزها ومن صاحبتها. لا يا ماما، خلصت. الست هتديني المحل ده بمزاجها، وانا هاخده منها بمزاجي، ولا هستنى منك كلمه ولا حتى هستنى عزرائيل. لا يا حبيبتي والنبي، استنيه النهارده، والله العظيم النهارده هتبقى عندك الحقيقه كلها. استني يا عزه عشان خاطري. حتى يا ماما لو جبتي لي 1000 دليل ان الست دي فلوسها فعلا حرام، لما تبقى تطلع عند ربنا يبقى هو بقى يحاسبها، وانا هيبارك لي في فلوسي. لا مش هيبارك لي، مش هبارك لك يا عزه، ولا هتكسبي والله. وحتى لو ما حاسبكيش على القرش الحرام، هيحاسبك عليا. والله الملائكه شايفاك يا عزه، قسوتك وجعودك عليا، ده دمك يا بنتي، ده انا ربيتك وسهرت عليكي. ليه قاسيه كده يا بنتي؟ ليه؟ ليه حرام عليك؟ هيشوف دمعتي. مش هتكسبي يا بنتي، مش هتكسبي والله، مش هتكسبي. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.